حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو حديث أبي هريرة: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، هذا في صحيح البخاري. وجاء حديث آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. فهذان الحديثان يدلان على أن الإسبال لا يجوز، ومن ثم فإن الصواب أن هذين حديثين كل حديث له حكمه وله عقوبته. وأما ما يقال من أن الإسبال جائز إلا إذا كان مقصود الإنسان هو الخيلاء فيحرم لأنه أسبل خيلاء، فهذا ليس بصواب، فالإسبال بجميع أنواعه محرم لما يلي: أولاً أن العقوبتين في الحديثين مختلفتان، ولأن السببين في الحديثين مختلفان، فلكل حديث سببه وحكمه، ومتى اختلف الحكم والسبب كما هي القاعدة في أصول الفقه يمتنع حمل المطلق على المقيد، فلا يقال من أن الإسبال محرم إذا كان خيلاء فقط. لما؟ لأن العلة والحكم اختلف في كل حديث، وكذلك لكل حالة عقوبتها. تلك لا ينظر الله عز وجل إليه إذا كان خيلاء، وإذا لم يكن خيلاء فتكون عاقبته هي النار. هذا أولا. ثانيا، أن أم سلمة رضي الله عنها كما عند النسائي والترمذي قالت: كيف تصنع النساء بذيولهن، يعني ما نزل من ثيابهن تحت الكعبين، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يرخين شبرا. فقالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. قال ابن حجر رحمه الله: هذا لفظ الترمذي، وقد عزى بعضهم هذه الزيادة لمسلم فوهم فإنها ليست عنده. فدل هذا على أنه لو كان المقصود فقط تحريم الإسبال خيلاء لما كان في استفسار أم سلمة عن حكم النساء في جر ذيولهن ما كان له معنى، بل إنها فهمت رضي الله عنها أن النهي عن الإسبال هو مطلق سواء كان عن مخيلة أم لا، فسألت عن حكم النساء في ذلك لاحتياجهن إلى الإسبال من أجل ستر العورة، فبين لها صلى الله عليه وآله وسلم أن حكمهن في ذلك خارج عن حكم الرجال في هذا المعنى فقط، وهذا ما أشار إليه ابن حجر رحمه الله في الفتح. فخلص من هذا كما قال ابن حجر رحمه الله أن للرجال حالين: حال استحباب وهو أن يقتصر بالإزار على نصف الساق، وحال جواز وهو إلى الكعبين. وكذلك للنساء حالان: حال استحباب وهو ما يزيد على ما هو جائز للرجال بقدر الشبر، وحال جواز بقدر الذراع. ويؤيد هذا التفصيل في حق النساء ما أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شبر لفاطمة من عقبها شبرا، وقال: هذا هو ذيل المرأة. هذا ثانيا. ثالثا، أن في الإسبال تشبها بالنساء، وقد لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، لأنه كما أسلفنا جاز للنساء أن يرخين شبرا على وجه الاستحباب دون الكعبين، أو ذراعا على سبيل الجواز لهن، والذراع من أطراف أصابع اليد إلى المرفق. رابعا، أن في الإسبال تعرضا لتعلق النجاسة به، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي عند الترمذي في الشمائل وعند النسائي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل: ارفع ثوبك فإنه أنقى وأبقى. وكذلك في قصة عمر رضي الله عنه لما قتل ورأى الشاب الذي دخل عليه قال: ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك، ولم يقيد صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك فهم عمر عند موته لم يقيد هذا الإسبال بالخيلاء. وهذا هو الأمر الخامس. الأمر السادس، أن الإسبال المجرد من الخيلاء يستلزم
فيما يستقبل أو يفتح بابا في المستقبل إلى أن يدخل عليه أمر الخيلاء. ويؤيد ذلك حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وآله وسلم: وإياك وجر الإزار، فإن جر الإزار من المخيلة، يعني هو سبب مؤدي إلى المخيلة. الأمر السابع أنه جاء عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبصر رجلا قد أسبل إزاره، فقال: ارفع إزارك. فقال: إن ركبتي تصطك. قال: ارفع إزارك فكل خلق الله حسن. فهذا إن دل يدل على أن هذا الرجل لم يقصد الخيلاء، وإنما جر إزاره وأسبل إزاره من أجل هذه العلة وهذا المرض الذي به، ولم يقصد الخيلاء، ومع ذلك نهاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثامن أنه جاء عند النسائي وابن ماجة وصححه ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تسبل، فإن الله لا يحب المسبلين، ولم يقيد صلى الله عليه وآله وسلم. أما ما جاء عند البخاري من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث ابن عمر قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: إن أحد شقي ثوبي يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنك لست تصنع ذلك خيلاء. فهذا الحديث لا دليل فيه على أن الإسبال يقيد فقط بالخيلاء، بل إنه عام. والجواب عن هذا الحديث من أمور: أولا أنه ورد عند أحمد قوله: إن إزاري يسترخي أحيانا، فكأنه رضي الله عنه كان يشده، ولكنه ينحل إذا تحرك بالمشي أو بغيره، فكان هذا واقعا بغير اختياره رضي الله عنه، لأنه كان نحيفا رضي الله عنه. ومما يؤكد هذا أنه رضي الله عنه كان يتعاهده، مما يدل على أنه كان حريصا على أنه لا يكون مسبلا. أما غير أبي بكر رضي الله عنه ممن يسبل فإنه يقصد الإسبال، لكنه رضي الله عنه ما كان يقصده، ولذلك كان يتعاهده رضي الله عنه. الأمر الثاني أن أبا بكر رضي الله عنه سكه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشهد له أنه ليس ممن يصنع ذلك خيلاء، فهل نال أحد من هؤلاء تلك التزكية والشهادة؟ وأما ما ورد من أنه خرج يجر ثوبه مستعجلا، فإن فيه أن الجر كان بسبب الإسراع وليس تعمدا، فدل هذا على أنه ليس باختياره، لأنه أشغله أمر عن هذا الثوب وعن هذا الإزار.